والله العلي العظيم هذا أبو المخبز يستحق التحية، هو والكادر اللي وياه، والله يوفقهم بحق محمد وآل محمد. يعني حقيقة مبادرة تستحق التحية. طبعا هذا أبو المخبز، خلوني ما أذكر لكم المخبز وين حتى ما يستغلونها ضعاف النفوس. هذا أبو المخبز يترك الخبز مالته، هذا اللي أبيض أو الشعير، وهذا قضية السجل. هذا تدرون شنو هاي القصة؟ قصة أبو المخبز أنه هنا هسه ماكو واحد يسمونه الوكيل اللي يقعد على هذا الكرسي يبيع للناس الخبز ويأخذ من عندهم فلوس. هذا المخبز عندنا هنا بالناصرية. شنو إذا أنت تريد تأخذ خبز، تأخذ الخبز اللي أنت تريده، عندك فلوس تخليهن هنا بداخل السجل، ما عندك فلوس تأخذ وتروح. وباريك الذمة، أنطوني الـ يعني والله الكلمات ما أعرف يعني شلون أعبر عن أخلاق وطيبة صاحب أبو المخبز. جزاه الله خير الجزاء، والله يعني حتى الكلمات ما أعرف شو أقول عنه. جزاه الله خير الجزاء وبارك الله بي، وهذا فعل الخير يعني فعلا يستحق عليه التحية، والله يجزيه الخير إن شاء الله. يعني اللي ما عنده فلوس ياخذ خبز ويروح، عندك فلوس تتركهن هنا وجزاك الله خير الجزاء. عموما انا ما ذكرت المخبز وين حتى ما يستغل من قبل اضعاف النفوس، والله يوفقه. وانا يعني هذا الفيديو والله قليل بحقه، وادري بي هو من مسوي هاي المبادره مسويها لوجه الله، بس انا حبيت انه ابادر واحييه على هاي المبادره الطيبه.